بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هشرح موقع مهم. الموقع ده اسمه kohome.com. علشان أجيب الموقع ده بروح على أي متصفح جوجل مثلا وأجي أكتب kohome.com، تمام، وهاجي أقول له start now for free. تمام، دي الصفحة اللي بتتفتح لي. هاجي اقول له continue with Google لو انا عندي حساب على جوجل، او continue another way. باجي افتح الثلاث نقط دول، وممكن ان انا افتح عن طريق الفيسبوك او عن طريق الايميل لو انا قلت له continue with email. طيب انا هفتح عن طريق الفيسبوك. انا هنا فتحت عن طريق الفيسبوك زي ما احنا شايفين كده. والموقع ده ببساطة انا بديله الحوائط، رسم الحوائط، و بيساعدني ان انا افرش واضيف الابواب واضيف الشبابيك واضيف الفرنيتشر، وكمان بيعمل لي 3D وبيعمل لي ريندر. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ عن طريق ان انا باجي فوق هنا في حاجه اسمها نيو بروجكت، بدوس عليها بالشكل ده كده، وهاجي اقول له كونفيرم. في هنا اتنين فيرجن، احنا هنعمل الفيرجن الاخير اللي هو V5، وهاجي اقول له كونفيرم. اتفتحت لي الصفحه دي. الصفحه دي عباره عن نيو بروجكت، انا بعمل مشروع جديد، اما ان انا برسمه من اول وجديد درو، برسم الحوائط وبضيف ليها الفرش، او ان انا بعمله امبورت فلور بلان. لو انا عندي فلور بلان في الاوتوكاد ممكن ان انا اعمل امبورت منه، وعندي هنا سيرش فلور بلان ممكن انا اعمل سيرش على فلور بلان واضيفه للموقع، او ان انا بختار من التمبلتس اللي موجوده. انا عندي تمبلتس هنا اهي اكتر من واحده، ممكن انا اختار منها واشتغل عليها. طيب احنا هنيجي نقفل من هنا، نقول له درو. فتح لي الواجهه زي ما شايفين دي. هنيجي نتعرف على الواجهه. عندي الجزء اللي على الشمال ده اللي هو اللايبراري او مكتبه البرنامج. المكتبه دي عباره عندي هنا في حوائط زي ما شايفين كده، وعندي في شبابيك الحاجات اللي احنا بنضيفها، والاستراكشر اند اوبننج برده موجوده هنا، الاعمده، بيم، اي حاجه من الحاجات دي ممكن ان انا اضيفها. يبقى دي مكتبه البرنامج. المكتبه دي فيها حاجات كتير جدا، لاي اوت زي ما شايفين اهي، فيها فرنيتشر بنختار اللي احنا عايزينه في الفرنيتشر، كيتشن جاب بتاعت الكيتشن، اللايتنج، كل حاجه موجوده في المكتبه. ودي من اكبر المكتبات الموجوده في المواقع زي ما شايفين كده، كل حاجه موجوده عندي ممكن ان انا استخدمها. يبقى ده الجزء اللي على الشمال. طيب الجزء اللي فوق هنا اللي هو الفايل، لو انا عايزه افتح فايل جديد اعمل سيف او سيف از من الجزء ده اهو، سيف هنا، اندو ان انا لو انا عامله خطوه برجع الخطوه دي عن طريق اندو او كنترول بلس زي. عندي هنا كلير اللي هي اول ليجن، دي اللي هي اداه المسح، وعندي الريندر ممكن انا اعمل ريندر من الجزء ده، يعني الشريط ده انا بستخدمه، هنشوف مع بعض استخداماته. هنيجي على الجزء اللي في اليمين. الجزء اللي في اليمين ده عندي هنا الفيو، اي رسمه برسمها هنا بتظهر لي 3D في الجزء ده، تمام. ممكن انا اعمل سيلكت روم، وهنا الاعدادات بتاعت الرسمه اللي هي فلور هايت، ارتفاع الدور قد ايه، والثيكنس بتاعه، كل ده موجود في الجزئيه دي. خلاص يبقى ده تعريف بسيط للواجهه. هنيجي بقى لتحت هنا، في انا برسم هنا 2D، بعد ما برسم ممكن ان انا احوله ل 3D، وهنا زوم ان وزوم اوت، تمام. هنيجي نشتغل مع بعض. اول حاجه هنيجي نعملها اللي هي الفلور بلان. هنيجي نعمل ريكتانجل، هاجي ارسم ريكتانجل على انه هو الغرفه بتاعتنا بالشكل ده كده، تمام. وبعدين اخرج من الامر، بدوس على اسكيب من الكيبورد، بيديني هنا في اديت، ممكن ان انا اعمل اديت تعديل. ممكن ان انا هنا بيقول لي الدرو ذا اريا عباره عن ايه، فلور اونلي ولا روف وول اند جراوند ولا جراوند ولا سيلينج، بختار منهم. انا عندي هنا ده فلور اونلي، تمام. طيب انا عندي المقاسات اللي موجوده دي، انا ممكن اغيرها. انا مثلا عايزه اعدل على الحائط ده، شايفين ان انا واقفه عليه ده، فانا هاجي اقف فوق كده على الحائط التاني، هيديني ان يفتح لي طول الحائط اللي هنا. طيب انا هدوس عليه واقول له مثلا اعملهولي 4
250، 4250 بالشكل ده كده. فانا كده غيرت طول الحائط. طيب هاجي اغير الطول التاني هنا، هاجي اقول له اعمله لي 8000 وادوس انتر، يبقى انا كده غيرته. يبقى انا عرفت كده ان انا اغير في طول الحوائط. بعدين ادوس كده اخرج من الامر. يبقى انا عملت حوائط زي ما احنا شايفين كده. طب انا عايزه اعمل ابواب وشبابيك للحوائط دي، هاجي اطلع كده واقول له مثلا عايزه دبل دور اللي هو المدخل، انا عايزاه مثلا في الجزء ده كده اهو، انا حطيته هنا. وهاجي اخرج من الامر. طيب عايزه ويندو، انا عندي الويندو هنا اهو، فمثلا انا عايزه احط ويندو في الجزء ده كده تمام. وبعدين اخرج من الامر وهاجي ادوس على الويندو ده، وممكن ان انا اكبره، شايفين اكبره، انا عايزاه في الجزء ده كده كبير اهو، بقف عليه وادوس بسحب بالشكل ده كده. يبقى انا كده كبرت الويندو. يبقى انا حطيت باب وشباك، ممكن انا احط شباك تاني في الجزء ده كده اهو، احط شباكين زي ما انا عايزه، احط شباك في الجزء اللي قدام برضو كده اهو مثلا كده، واخرج من الامر سكيب واكبر الشباك، انا عايزه الشباك هنا يكون كبير بالشكل ده كده. يبقى انا كده عرفت ارسم باب وشباك. طيب هنيجي للفرش، هروح عند هنا واقول له لاي اوت، وعندي هنا فرنيتشر اهو، حاجات موجوده بالشكل ده، نختار اللي احنا عايزينه ونحطه. عندي مثلا صوفة اهي، لو دوست عليها كده بيديني الصوفة بس اهي، هاجي مثلا اختار دي اهي، شايفين حطها في المكان اللي انا عايزاه، فمثلا انا عايزاه في المكان ده كده اهو، عايزه اعمل له روتيت بلفه مثلا كده واحطه، بسحب بدوس عليه وبسحب بالشكل ده كده واحطه مثلا على الحائط ده، ادي ده الصوف، حطيتها بالشكل ده كده تمام. هاجي بعد كده انا عايزه اعمل ترابيز سفره مثلا، دايننج روم، فمثلا انا عايزه السفره دي كده، هاجي احطها في الجزء ده كده مثلا اهو. يبقى انا كده فرشت بالطريقه دي. طبعا تفرشوا الطريقه اللي انتوا عايزينها. هنا المكتبه اهي زي ما احنا شايفين، وفي بيدروم وكل حاجه موجوده تمام. طب انا عايز اشوف الكلام بقى ده 3D، شايفين ظهر لي هنا 3D بالشكل ده. طيب انا هاجي اقول له 3D من تحت هنا اهو، بدوس عليه ونيجي نشوف مع بعض. بدوس بالماوس مع كنترول وباجي الف، كل ما بلف بيشيل لي الحيطه عشان يوريني الشكل اللي انا عاملاه اهو، شايفين ادي الباب، ادي الشبابيك، ادي الشباك الكبير، شايفين الشكل اهو. طيب لو انا بقى عايزه اعمل الحوائط دي الونها واعمل الارضيات، بعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي ارجع تاني للـ2D عندي هنا كده، وهاجي هنا ادوس على ماتيريال اند كومبوننت بالشكل ده، هيفتح لي صفحه جديده. فتح لي صفحة جديدة زي ما احنا شايفين كده، وعندي هنا المابينج فيها الوول، انا عايزة اعمل ايه في الوول، فانا مثلا وول بينت بدوس عليها بالشكل ده كده، يديني الوان زي ما احنا شايفين كده، ممكن اختار اي لون انا عايزاه، مثلا اختار مثلا اللون ده كده، هاجي اخده واسحبه على الحوائط بالشكل ده. هنا بيديلي سيتنج بتاعت الحوائط، خليها زي ما هي، واجي اقفل كده. نفس الكلام هاجي اعمل للحائط ده كده، يبقى عندي الحوائط لو انتهى بالشكل ده. طب انا عايزه الارضيات، فلور اديتور، ادوس عليها بيفتح لي صفحه تانيه،
بختار بقى من الصفحة دي اللي انا عايزاه. عندي ممكن اعمله ستون، شايفين في سيراميك اهو، بختار اي حاجة انا عايزاها. مثلا لو انا عايزة ده كده بضيفه، طبعا اللون ده غامق شوية، ممكن اخلي اللون ده كده. خلاص انا مثلا اخترت اللون ده، باجي اقول له سيف وبعدين اقفل من هنا. انا كده عملت الحوائط وعملت الارضيات. خلاص انا اخترت ده، باجي اقول له هنا كنترول سيف وبعدين بدوس هنا، برجع تاني للبلان بتاعي. زي ما شايفين ده الفلور بلان، وعندي هنا فرنتشر المحطوطة دي مرسومة بالتو دي مش 3 دي. طب انا عايزة اضيف الفرنتشر لكن فرنتشر تكون 3 دي، باجي عند لاي اوت هنا زي ما شايفين كده، ده اللاي اوت بتاعنا، وهاجي عند بابليك لايبراري بدوس عليها تمام، واختار اللي انا عايزاه. انا عندي هنا فرنتشر بدوس عليها كده، اختار نفس الشكل اللي انا اخترته هنا، عندي صوفة بدوس عليها، وهاجي اختار اهو الفرش ده كده، ممكن ان انا استخدمه. احرك الفرش اهو، بالشكل ده انا عايزة الفرش يكون هنا. طيب شوفوا 3D، شايفين؟ طيب هاجي احط هنا ترابيزة السفرة، هاجي اقول له تيبل، هنرجع تاني كده بعدين تيبل، مثلا نيجي نختار الترابيزة دي كده اهي، نحطها في المكان ده تمام. يبقى انا كده عملت انتريه وعملت دايننج روم ترابيزة سفرة بالشكل ده كده. بدوس على الماوس بنلف، شايفين اهو ادي الشكل عندي. ممكن بقى ان احنا نضيف اضاءة، لو انا عايزة اضيف اضاءة برجع كده اهو واضيف لايتنج، عندي لايتنج. ممكن لو انا بعمل باس روم كيتشن عندي ادوات المطبخ ممكن من هنا بستخدمها، ممكن انا احط ديكورات زي ما انا عايزة، يعني ممكن اضيف اي حاجة من الحاجات اللي موجودة عندي هنا تمام. هنيجي نعمل بعد كده ريندر، دوس على ريندر هنا واجي اقول له اريال فيو زي ما شايفين كده، وبالماوس باجي نشوف اللي احنا عاملينه اهو، ادي الحوائط اللي انا عملتها، وده ودي ترابيزة السفرة اهي، وعندي زي ما شايفين الليفنج روم بالشكل ده كده اهو. طبعا ممكن اعمله برسبكتيف فيو، ممكن اعمله بانوراما، ممكن ان انا اعمله فيديو ريندرينج، بدوس على فيديو ريندرينج بالشكل ده كده تمام. ممكن ان انا اعمل ايديت باث، ايديت كاميرا باث، بدوس عليها كده واغير وضع الكاميرا اللي انا عاملاه، مثلا الكاميرا عندي هنا هتمشي زي ما شايفين ماشيه ازاي بالشكل ده كده تمام. ممكن ان انا اهي بلف الكاميرا عشان اشوف معي، ادي الكاميرا اهي، لو جينا لفيناها كده عشان نشوف، واجي اقول له بريفيو ذا كليب، وهنا بيوريهوني زي ما احنا شايفين كده، هاجي اقول له بوز زي ما شايفين كده. ممكن بقى ان انا اعدل على الكاميرا من، ممكن اعملها فوكس لينس، ممكن كليبنج، ممكن السبيد، بسرع السبيد، ممكن انا اسرع السبيد مثلا اعمله نص، واجي احرك بالشكل ده كده. لو جبتها من الاول اعمل بوز واجيبها من الاول، شوف مع بعض اهي، ادي الكاميرا
لو عملت له بريفيو اول، عندي هنا التايم زي ما شايفين 41 ثانية، احنا عايزين نقلله عن كده، هنخليه 30، لازم يكون اقل من 30 عشان نعمل بريفيو اول، ونحرك الكاميرا بتاعتنا بالشكل ده كده اهو. تمام، لو انا جيت قلت له بريفيو اول وعملت، شايفين اهو ادي الرندر. زي ما شايفين الموقع في حاجات كتيره لازم ان انتوا تجربوها، هتستفيدوا منه جدا. بكده انا خلاص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.